هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين، يعني تقصد القدمين مكشوفتان، حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين يعني القدمين، لأني لا أعلم هل يجوز أم لا؟ تقول أعني القدمين، هي تقول كفي الرجلين وليس للرجلين كف، لأنها كفي الرجلين، لا تقصد الكفي لأنها أضافت لها ولم تأتي بواو للعطف. إيش قال؟ تقول هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان، حيث أنني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز. نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا، والاحتياط أن تسترهما المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. صحيح، نعم.